السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وما ناقصكم خير. اليوم مع فيديو جديد مع فاتحه المراكشيه. اليوم غادي ندير معكم واحد الشهيوه كنديروها ديما في الشتوى من العام للعام هكا، واخا الشتا باقي ما بداتش. المهم راه ولفنا اللي يولف شي حاجه، المهم راه كيديرها وصافي. هذا هو المهم، حاجه الدار ما كاينش بحالها. غادي نصايب معكم واحد شويه ديال الخليع، انا عزيز عليا ديال الدار، نصايبه في الدار كيطلع حسن وكيطلع نقي وكتعرفي شنو دايره فيه. المهم البنات، عندي 4 كيلو ديال اللحم نشفتها ودرت ليها القوام ديالها. اللي البنات راه كلكم عارفين تبارك الله، المغربيات راه كلهم حادقين تبارك الله عليهم. درت لها القوام، الثومه، ودرت لها الكمون، درت القزبر اليابس، ودرت الخل، والمهم درت القوام كله، شي نقيطات الزيت والملح مزيان حتى تملح، عطيتو الملح مزيان. وملي تملح البنات ونشف، درتو في الشمس حتى نشف حتى ولا كيتهرس. دابا درت ليه الماء، غسلته ودرت ليه الماء طايب باش ديك الملحه كلها تنزل. وهانتوما معايا. المهم دكا غادي ندير الشحمه بعدا. ها هي فين طحنتها البنات، راه هي كتشوفوها راه طحنتها. غادي نديرها تطبخ، دايره الماء دركا، دايره الماء. ها هو هذا، خليه حتى نديرو الشحمه، هي الاولى تطبخ. هذا راه في الزكتو، ها هو البنات في الزكتو، حتى تبارك الله راه غير الحيمات. هانتوما راه غير الحيمات، هادو راه غير الهبره، ها هما نتوما راه تبارك الله. هادشي راه عارفينو البنات، حاجه الضره لا يعلى عليها، ما كاينش بحالها. ايوا خليكم معايا. المهم هانتوما معايا، ندير الشحمه، نحيد هذا حتى توصلوا لقيتو. غندير الشحمه البنات في الطنجره، ها هي درت فيها الماء، درت شي مغرفه، شي مغرفه باش كنديرو الشحمه ونخليوها حتى تطبخ مزيان البنات، حتى تذوب. عاد كنديرو زيت العود، زيت العود ما كنديرها حتى تطيطيب اللحم. دوكا بعدا غير دوكا الشحمه راه دغيا غادي تذوب، راه مطحونه. هانتوما معايا البنات، هاهي طبخ ونعاود نرجع تاني معاكم. هو البنات كيطبخ، غادي نديرو فيه داك القوام اللي قلت لكم. غندير الثومه، غندير الثومه هكا 3 طريوس كبار باش يعطيونا ديك البنه ديال الثومه. كنديروا البنات الكمون، ها هي، ها هي طبيسه الكمون، هو اللي كيبقى داك اكريش. الكمون درتها صحيحه، ما عنديش المشكل، بحال صحيحه بحال راه كيتصفى داكشي. هانتوما غادي ندير القزبر حبوب، جوج المعالق كبار ولا جوج ونص، ماشي مشكل، هو راه مزيان. تحيد ديك الدفوريه اللحم والشحمه وداكشي. كان
بزاف من هذوك اللحيمات كنحطوهم مغسولين بالماء طايب. هما ديال 4 كيلو ديال اللحم هكا تعطي كمية مزيانة. كنديرو الماء اللي يطيبو فاش يطيب، حيت انا عندي هاد اللحم فتي دغيا كيطيب، ما بغيتش نكثر عليه. الماء غادي يطيب في هذاك الماء باش ينشف دغيا، باش ما يبقاش شاد ليا الطياب، باش ما يهرش. ثاني القياس عاد غادي ندير ديك الزويته ديالو. زيت في زويته البنات، كنخليو زيت العود حتى طيب طيب قالي غير واحد شويه وينشف، عاد كنزيد زيت العود. زيت العود ما كتبغيش طيب باش ما تسممش، كتبغيش طيب بزاف. زيت العود ما كنزيدهاش دروكا، انتوما معايا. هو البنات طلعت فيه الغليه، الريحه فيه غزاله ديال هاد القوامه البنات، ديال الثومه والقزبر وحبوب كامون، عطاو ريحه مزيانه. هو البنات راه المرحله الاخرى، راه وقيله طاب. غادي نزيد الزويته بلديه، البنات جغزال تبارك الله. جا محمره البنات، ولا حقو طريقو، لكن نخليه تينشف ينشف مزيان البنات باش ما يخسر، ضروري ينشف. باقي غادي نزيد فيه واحد شويه الزيت البلديه، زيت الزيتون ولا زيت البلديه كل واحد باش نقي. نقول لها انت ولاتي تقطع غير بوحدو، ولا البنات كيتقطع غير بوحدها، هيك واحد كنقطع. كنحركوه باش ما يلصقش لنا في الطنجره. طب واللحيمات غير يتشرب،
ينشف مزيان. ينشف البنات مزيان عاد ديك الساعة. عاد نطفيو عليه. البنات هي الخليعه طلعت غزاله تبارك الله، ودرتها في هاد القريعات هادو كيتسدو مزيان ديال هادي شي يقولوا ليها كيتقبطوا مزيان، هادو ما كطلعش النفس فيهم. وها وحطت لكم البنات شنطيه تشوفوه، حقكم في الجنه. كنتمنىكم تجربوها البنات، حاجه الدار لا يعلى عليها. نتمنى تجربوه. اللي وصلت البنات حتى لهنا، اللي وصلت حتى لهنا دير ليا لي لايك وتردوا عليا في كومونتير وتقولوا ليا كيفاش جاكم. بالصحه والراحه البنات.